سبايدر هو الطراز الجديد من سيارة بوش. ستقولون إنها تبدو قديمة جدا. نعم صحيح، فسبايدر 718 تعود لسنة 1960، وكانت تعتبر وقتها من أخف السيارات والأكثر رياضية. سيارة بمحرك صغير بأربع اسطوانات سعة لتر فاصلة ستة وبقوة 160 حصانا. تتميز السيارة بهذا السنام والموجود أيضا في سبايدر الجديدة. كانت سبايدر 718 سيارة سباق بإمكانية غير عادية، لذا كان مهندسو السباقات يطلقون عليها لقب الجدة. كان المبدأ هو التخلي عن جزئيات، سواء في الطراز الجديد سبايدر أو الطراز القديم من السيارة، فقد تم التخلي عن كل ما يعيق القيادة الممتعة. هذا هو الطراز الجديد من بوش سبايدر، المنبثق من طراز بوكستر، ويعود لستينيات القرن الماضي، وهي مناسبة جدا هنا في إيطاليا وفلورنسا على وجه الدقة. السيارة بمحرك بسعة 3.8 لترات وبقوة 375 حصانا، ما يجعلها قادرة على تحقيق الشيء الكثير. سبايدر الجديدة هي الأخف، ولكنها الأقوى من بين سلسلة بوكستر والتي تعود أصولها إلى سيارة سباق، سيارة رياضية بمقعدين قائمة على الضبط والأداء. سبايدر الجديدة توفر لصاحبها الكثير من المميزات، ولكن طبعا هناك بعض السلبيات، من بينها أنها غير مريحة أثناء القيادة. وبالرغم من ذلك فإنها مناسبة للسرعة العالية عند المنعطفات، سيارة توفر متعة كبيرة في القيادة. عند صنع المحرك لم يكن هم شركات التصنيع التوفير، فسعة المحرك تبلغ 3.8 لترات وقوته 276 كيلوات، وزمن التسارع يبلغ 4.5 ثواني، والسرعة النهائية 190 كيلومتر في الساعة، وتستهلك 9.9 لترات لكل 100 كيلومتر. وفي وضع القيادة الرياضية يساعد المحرك في تأقلم سرعة الدوران مع الوضع الجديد للتروس، ما يضمن الانتقال إلى السرعة بسلاسة وبصوت مميز جداً. ينتمي هذا الطراز إلى السيارات الرياضية خفيفة الوزن إلى حد ما، إذ يصل وزنها إلى 1315 كيلوغراماً، وجاء تخفيف الوزن بالتوفير في سقف السيارة وبالخصوص في كميات المواد العازلة، كما تم تخفيض وزن المقاعد ببعض الكيلوغرامات. هناك فعلاً إصرار على تخفيض الوزن. يمكن تزويد السيارة بجهاز التكييف من دون رسوم إضافية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جهاز الراديو، كما أن المقاعد الرياضية المصنوعة من ألياف الكربون توفر حماية كافية في الحالات الحرجة. الواجهة الأمامية المميزة والجنط المعدني الخفيف بقطر 20 بوصة تبدو وكأنها مصبوبة معاً. أكثر ما يجذب الأنظار هي الانحناءات القوية الموجودة خلف قوائم الحماية. سيارة سبايدر الجديدة مخصصة بطبيعة الحال لعشاق السيارات، لأنها توفر ديناميكية مطلقة في القيادة، ولا حاجة لنا للحديث عن الرشاقة والأداء، فالسيارة هي تحفة حقيقية على أربع عجلات. سعة كبيرة وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن متري يجعل التبديل المستمر للسرعة غير ضروري. توفر هذه السيارة الرياضية أماناً لكل من أراد السرعة المفرطة في المنعطفات. يبدأ سعر بورش بوكستر سبايدر في ألمانيا ب 80 ألف يورو تقريباً.